واحد النهار طارق مزيان طلع المنصة هدر مع العسكر ديالو هما يدخلوا الأندلس. حتى أنا كان عزيز عليا نطلع المنصة، بو استغلني هو يردني بحال هكا. مالي يديك خفيفة؟ سميتك طارق وكتشطح فوق الكوارو. طارق بن زياد راه ما كانش لوبيا. انا راجل. شنو هو؟ انا راجل. دوي واش بغيتينا نقطعوا لك يدك؟ صاحبي قول لي شي حاجة. انا راه عندي العربي عز ليا من ولدك، قالوا لي شرفوا خاصك الدبعه، هي تا بنادم الى شرف خاصهم يدبعوا، يا بان لهم قال عربي، العربي اللي بان لهم صافي. شوف اخو العربي، انا بحالي بحال كل كثار منك، انا قالوا لي ذبح كنذبح، نذبحوا في الحواله، اللهم الحواله ديال بصح تذبح فيهم ولا الحواله اللي كتعيش معاهم. ما تبكيش ما تسلم، ينعلبوا الوقت تبكي على ما. شوف احنا بحال عايشين في شي ماتش تاع البوكس، واصلا النهار كنت زاد ومكرش منه وكنت زادوا باللي قاس، الا ما ضاكيتيش على راسك كتجي للارض كطيح بالقاو، كتحسب القاو كيوقف عليك شي واحد كيبدا يحسب لك.